عن قراءة الأذكار في الصباح والمساء في جماعة هل هو من الإسلام؟ بحيث يكون هناك إحدى البنات تقرأ الأدعية ونردد نحن أهل البيت من ورائها. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قراءة الأذكار المشروعة في الصباح والمساء وغيرهما مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب وفيه خير كثير، قد أمر الله تعالى بذكره كثيرا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، قال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله فيه حياة القلب، قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن ذكر الله لا بد أن يكون من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يكون الذكر على الصفة المشروع. وليس من المشروع الذكر الجماعي، الذكر الجماعي هذا بدعة ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لم يأمرنا أن نذكره ذكرا جماعي، بل أمرنا أن نذكره كثيرا من غير أن يقيدنا بجماعة أو بحالة معينة، بل كل يذكر الله على حسب ما يتيسر له وفي الأحوال المناسبة من غير ارتباط بجماعة أو بصوت جماعي أو بتنغيم أو غير ذلك، وإنما هذه سمة الصوفية وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يذكر الله لما تيسر من الذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير، ولا داعي للارتباط بصوت جماعي، كل يعرف أن يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر بدون أن يرتبط بجماعة أو بملقن، لأن هذا مما يسره الله سبحانه وتعالى. فالارتباط بذكر الجماعي في الصباح والمساء هذا من البدع المحدثة، وهذا لا يكون فيه أجر وإنما يكون فيه الإثم. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذكر الجماعي بدعة ومحدث وضلالة وليس فيه أجر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.